وحتى في بعض المواضع، يعني حتى تأتي حرف عطف وتأتي حرف جر، حتى يمكن أن تكون حرف عطف وممكن أن تكون حرف جر. يقول الله تبارك حتى مطلع الفجر، حتى هنا صارت حرف جر، فممكن أن تكون حرف عطف وممكن تكون حرف جر، وممكن تكون ابتدائية، جاء خالد حتى زيد، يعني حتى أيضا ابتدائية هنا ليست حرف عطف، وإنما تكون حرف عطف عندما تقول مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، هنا عطف أيوة الأنبياء. فإذا أمكن أن حتى تزيل وتضع بدها لأحد هذه الأحرف حروف العطف هي حتى المرادة، فحتى بحسب سياق الجملة تكون حرف عطف. نعم.